الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس في القراءة في كتاب رواية ورش عن الإمام نافع رحمهم الله تعالى لفضيلة الشيخ محمد خليل الحصري رحمه الله. وكنا في المسألة الخامسة، وهي فيما يتعلق بالهمز، وخاصة في باب الهمزتين المزدوجتين أو الهمز المزدوج من كلمتين. فقال رحمه الله تعالى: فإن كانتا مختلفتين في الحركة فإنه يسهل الثانية منهما بين إذا كانت مكسورة والأولى مفتوحة، نحو وجاء إخوة يوسف، فإن الهمزة الثانية يسهلها، أي المكسورة يسهلها بين. يقول: وجاء إخوة يوسف، أو كانت الثانية مضمومة والأولى مفتوحة، وذلك في قوله تعالى في سورة المؤمنون: كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وإلا كانت الثانية مفتوحة والأولى مضمومة، فإنه يبدل الثانية واوا خالصة مفتوحة، نحو لو نشاء وصبناهم بذنوبهم، لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. وإذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة، فإنه يبدل الثانية ياء خالصة مفتوحة، نحو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، بتسهيل الثانية. قال ثم: أما إذا كانت الثانية مكسورة والأولى مضمومة فيكون له بالثانية وجهان، تسهيلها بين أو إبدالها واو خالصة مكسورة، نحو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فيقرأها ورش هكذا على وجه التسهيل، يقرأ يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أما على الوجه الثاني وهو إبدالها واو خالصة مكسورة، فيقول يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، عفوا، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذا هو ما أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يذكره، وهذا هو الذي عبر عنه هنا في المتن، أي في كتابه رواية ورش عن الإمام نافع، فيما خالف في ورش رحمه الله تعالى حفصا. قال، نعيد الفقرة قراءة، فقال رحمه الله تعالى: فإن كانتا مختلفتين في الحركة فإنه يسهل الثانية منهما بين إذا كانت مكسورة والأولى مفتوحة، نحو وجاء إخوة يوسف، أو كانت الثانية مضمومة والأولى مفتوحة، وذلك في قوله تعالى في المؤمنون: كلما جاء أمة رسولها كذبوه. وإلا كانت الثانية مفتوحة والأولى مضمومة،
فإنه يبدل الثانية بابا خالصة مفتوحة نحو لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. وإذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة فإنه يبدل الثانية ياء خالصة مفتوحة نحو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. أما إذا كانت الثانية مكسورة والأولى مضمومة فيكون له في الثانية وجهان، تسهيلها بين بين أو إبدالها واو خالصة مكسورة نحو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم على التسهيل. أما على الإبدال يقول رحمه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله أعلم.